بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من حلقه الوصل 6 نوفمبر 2017. لا يزال العرس ده، لا يزال التجمع الكبير ده موجود وبيحقق كل يوم جزء من الهدف الاكبر. خليني كده اوسط لحضراتكم الموضوع، هما 3 كلمات: منتدى شباب العالم. يعني في كلمة اسمها منتدى، وفي كلمة اسمها شباب، وفي كلمة اسمها العالم. ايه الحكاية بقى؟ منتدى يتنادى الناس علشان يجتمعوا، يعني بالنادي على بعض، يا حسين، يا ابراهيم، يا مايك، يا جون، يا مش عارف ايه، تعالوا نقعد نتكلم بقى. يتنادى الناس علشان يختلفوا، يتنادوا عشان يختلفوا، يعني يجمعوا بعض عشان يختلفوا. رقم شفتم النهاردة في الجلسة الصباحية لما كنا بنتكلم عن اختلاف الحضارات، هو ده معناه صراع ولا ده معناه تكامل؟ هو ربنا خلق الكون ده وكلنا شبه بعض؟ لا، يعني احنا عارفين يعني هناك العشرات من الأدلة اللي بتقول لنا انه الاختلاف ده فعلا سنة من سنن الله في خلقه، في كل الدواب، في كل الكائنات بما فيهم البشر. مش هو ربنا لو كان عايزنا كلنا نبقى مسلمين ولا مسيحيين ولا يهود ولا ملحدين ما كان عملها؟ اصلي مسألة كن فيكون للمؤمنين، يعني بربنا سبحانه وتعالى اللي هو الأغلبية الكاسحة مننا كمصريين. انما ترك لنا هذا الأمر، وكأن أراد هذا الكون رب الكون، هكذا أراد الكون رب الكون. ربنا أرادنا كده، أرادنا مختلفين، أرادنا كل واحد فينا بيختار لنفسه طريقه، بيختار لنفسه في حاجات ما يعرفش يختارها، يعني طولك واسم باباك وانت جاي من أي عيلة، ما ده مش اختياراتك، عشان كده مش هتحاسب عليها. ربنا العادل مش هيحاسبك على اللي مش بإيديك، هيحاسبك على اللي بإيديك. طب إيه اللي بإيديك؟ اخترت ديانتك، خلاص انت حر. طب هتعامل الديانات التانية ازاي؟ لما يجي لك واحد يقول لك لا يا عم انا مش موافق على قرار ربنا بانه يكون في تعدد، هو مش موافق، هو شاف ان ربنا سبحانه وتعالى من وجهة نظره، يعني طبعا ولا انا بقول الكلام ده عشان اتريق عليهم، يعني انه لا، ايه ده، ازاي يكون في تعدد؟ لا لا، هذه ارض الاسلام ولا يمكن ان يعيش فيها الا مسلمون، هذه ارض المسيحية ولا يعيش فيها الا مسيحيون. هو حضرتك اللي خلقتنا؟ يعني انت كشخص كده اللي خلقتنا؟ لا، ما ينفعش. دي ارض العرب وما ينفعش يعيش فيها غير العرب، دي ارض الكرد وما ينفعش يعيش فيها غير الكرد، دي ارض العبرانيين وما ينفعش يعيش فيها غير العبرانيين. هو انت ربنا؟ لا، انت كده بتتطاول على الخالق. ففكرة ان احنا نتنادى كي نختلف دي اي ما اساسا من افتراض انه الاختلاف ده مش قرار شخصي، مش قرار بشري، ده قرار الهي، وبالتالي الاختلاف سنة. كان اساتذتنا يقول لنا كده، الاختلاف سنة والتعايش ضرورة والحوار آلية. كانوا قلنا كده ان الاختلاف سنة من سنن الله في خلقه، هي كده هو القانون بتاع الكون قايم على الاختلاف. بس ده مش معناه انه ما دام اختلفنا يبقى نتقاتل، لا، اختلفنا يبقى نتعايش. يقولك التعايش ضرورة. طب نتعايش ازاي؟ بأن نتحاور. طالما ان معدل الحوار ما بيننا عالي يبقى احتمالات العنف ما بيننا منخفضة. الناس اللي بتقتل وبتدبح وبتحط قنابل وبتمسك صواريخ ومعاه مدفع رشاش وعايز يموتنا والكلام ده، هو بيعمل كده ليه؟ لانه مش عايز يدخل معاك في حوار. يا عم مساحه مفتوحه، قول وجهه نظرك، بس احترم حق الاخرين في ان هم كمان يكون لهم وجهه نظر مختلفه، ولو هم الاغلبيه يبقى واجبك انك انت تحترم قرارهم، والا هندخل في صراع ابدي دائم لا يتوقف. لا تقول لي بقى لا تعايش ولا ديمقراطيه ولا احترام حقوق الانسان ولا الكلام ده كله. اذا فالفكره الاساسيه ان انت بتعمل منتدى نتنادى فيه علشان كل واحد فينا يعبر عن وجهه نظره. واحد تاني يقول لي يعني بتجيبوا الشباب ليه؟ ما هو منتدى شباب العالم. ما هو الحقيقه الشباب دول احنا تاريخيا عارفين ان هم طاقه بدنيه رهيبه، يقدر يشتغل 15 ساعه في اليوم، 16 ساعه في اليوم. بس في اخر يعني الفتره الاخيره دي بقى عندنا ادله لا يمكن تجاهلها من ان الشباب اللي هم يعني اقل من 35 كده، من 35 وانت نازل، ده مش بس طاقه بشريه، طاقه بدنيه رهيبه، ده طاقه ذهنيه رهيبه، قدره هائله على ان هم غيروا الكون.
هو مين اللي اخترع الانترنت؟ هو اصلا مفيش حاجه اسمها كده، بس انا يعني بقول ده عشان نفكر مع بعضين. هو يعني ايه انه في انترنت؟ هو حد قاعد اخترعه؟ لا، ده جهود مئات البشر في اماكن متباعده جدا، ناس ما تعرفش بعضها، ده عمل حاجه وده اضاف حاجه وده مش عارف غير الراوتر في ايه وده مد السلك ايه وده بدل ما السلك بقى عامل قد كده بقى اصغر شويه وده الهارد درايف بدل مش عارف مكان. انا اول هارد درايف اشتريته في حياتي كان ضخم كده وكان مش عارف كان كام، كان والله يمكن 100 ميجا وكنت دافع فيه 1000 جنيه. طب 100 ميجا ب 1000 جنيه، تخيلوا حضراتكم ده ساعتها الكلام ده كنت في ايام في التسعينات يعني اول التسعينات. النهارده الكلام ده ملوش معنى لانه في مئات الالاف بقى مش بقت بس مئات الالاف من البشر بيشتغلوا في التكنولوجي واحيانا بدون تنسيق ما بينهم، ده بيحط حاجه وده بيحط حاجه. فاكتشفنا ان طاقه الشباب وقدرتهم ان هم يغيروا واقعنا اكبر كتير من ان احنا نختزلها في ان هو هي يعني هيبقى قاعد كده مستني احنا نفكر، احنا الكبار يعني فوق ال 40 سنه نفكر ونقول نفذ. لا لا، ده هو يقدر كمان ندخل معاك في مسألة اتخاذ القرار، وواجبنا ان احنا نستوعبه بدري لانه ما دام هو طرف مباشر في عملية التغيير يبقى لازم يكون معانا من فترة مبكرة. عشان كده مهم الشباب دول هم جدا. وبعدين بقى بتكتشف حاجة تانية، انه الشباب دول عندهم قدرة هائلة على التدمير. ما هو زي ما عنده قدرة هائلة على البناء والتعمير، عنده قدرة هائلة على الهدم والتدمير. ما هم برضو اللي بيعملوا الثورات ويعملوا المشاكل والصراعات والحروب، وهم وقود الحروب الأهلية وقود التبرد والآخر. فهو لو بعدته عنك تخاف منه، عارفين عندكم كده يقول لك ايه، هو لو ابني راح فين دي؟ لا، ده لازم يكون قدامك. لو ماشي ده ما تعرفش ممكن يدخل ميه في الكهرباء تلاقي الدنيا كلها انفجرت. لازم يكون معاك. تعالى يا عم شيل معايا المسؤوليه. هو انت فاكر ان انت قاعد على قاعد بتشيش على القهوه والمفروض الحكومه والمفروض مش عارف مين والمفروض نعمل ايه؟ طب مش المفروض، تعالى بقى معايا احلها. لان طول ما انت بره بتقول اللي يجي على بالك وحد بيحاسب بقى والكلام عليه جمرك. انما لما دخلك معايا في المسؤوليه من بدري يقول لك اتصدق انا ما فكرتش في دي، لا لا عندك حق في الحكايه دي. يبقى منتدى شباب العالم. ايه العالم بقى؟ ما هو العالم محتاج للعالم. عرفنا بما لا يدع مجالا للشك ان العالم بحاجة للعالم. مصر بحاجة لأوروبا وأوروبا محتاجة مصر. الكونغو محتاجة الصين والصين محتاجة الكونغو. خلاص ما بقاش في حاجة اصل مصر مش محتاجة العالم. مفيش حد عاقل بيقول كده. لا، مصر محتاجة العالم والعالم محتاج مصر وكلنا محتاجين بعض. ليه؟ دي بقى مهمة قوي وعايز اركز فيها شوية لان ده صلب الجلسة الافتتاحية، الجلسة الأولانية خالص اللي اتكلم فيها الرئيس عن موضوع الإرهاب وصراعات الحضارات وفكرة ازاي انت اعتز بدينك، بس مش معنى ان انت واعتز بثقافتك واعتز بهويتك واعتز بعنصرك العرقي والآخر، بس ده مش معناه انك تستعلي على الآخرين، لأن الاستعلاء يعني الاستعداء. اول ما انا هعتبر نفسي اعلى منك طب خلاص يبقى انت عدوي وندخل في الصراع. طب ليه ندخل في الصراع؟ ما نحاول مع بعض. هنا هسمع الكلمتين اللي الرئيس قالهم في المقام ده، كلام عاقل جدا، وهرجع اعقب عليهم واقول لهم ليه احنا ما عملناهوش محلي، ليه احنا بنجيب كل الشباب دي وكل ممثلين الدول دي علشان يجتمعوا على ارض مصر. الحق سبحانه وتعالى خلق الوجود كله بتنوع شديد واختلاف شديد في كل شيء، وده معناه دي ان دي سنة. اذا كان يعني حد ياخد المقاربة من منظور ديني فده معناه ان قدرة الحق سبحانه وتعالى في خلقه ان هو جعل اختلاف شديد في كل شيء بين البشر وبين الكائنات اللي موجودة على وجه الارض وبين حتى الجماد. فالتنوع والتعدد والاختلاف ده سنة كونية، وعمر السنة الكونية ما تصطدم مع بعضها البعض سواء كان على مستوى البشر او على مستوى اخر. واحنا بنشوف ان فقط يحصل الصدام عندما يبقى في شكل من اشكال الاستعلاء، الاستعلاء بالنظرية، الاستعلاء بالجنسية، الاستعلاء بالديانة، الاستعلاء بالمذهبية، الاستعلاء بالعرق. عايز بقى نتكلم على الاستعلاء ده بنظريات سياسية، ده يقول اشتراكية وده يقول رأسمالية ويبقى فيه صدام. فالفكرة كلها ان احنا اذا قدرنا، وانا هاخد من كلام الدكتور مصطفى لما بيقول ان الشباب والحوار، انا بقول وسجلوا عليا ده ان حجم التطور في وسائل الاتصال هتخلي بشكل كبير فرصة الدولة، اي دولة
على ان هي تؤثر تأثير كبير من خلال برامج على عقول الشباب تتراجع. من الحاجات المهمة بناء على الكلام اللي قاله الرئيس والمجمل النقاشات النهاردة بالذات في الجلسة الأولانية ديت، بصوا حضراتكم، يا إما أن يكون هناك تحالف بين قوى الاعتدال، وإلا قوى التطرف هتنال مننا. يعني إيه الكلمتين دول؟ هم نتخيل العالم ده زي ما في بنزين في فرامل، في ناس عايزة تدوس على البنزين بتاع العربية ولا الأتوبيس بحيث إنها تمشي على أقصى سرعة ممكن، وفي حد بيفرملها اهدى بس شوية، هل هدي شوية. قوى التطرف منتشرة تقريبا، لا يوجد مجتمع ما فيش فيه قوى تطرف. هو اللي بيحصل ايه؟ يا إما قوى الاعتدال تسيطر عليها، يا إما قوى التطرف هي اللي تجتاح المجتمع وبعده الدولة. هتلر، هو هتلر ده ايه؟ ده قمة التطرف اللي في الدنيا. طلعت في دماغه وفي دماغ بعض المحيطين به انه الجنس الاري، الجنس الابيض اللي هم الجيرمانز يعني، اللي هم موجودين في المانيا وفي سويسرا وفي النمسا، دول افضل البشر، وكل ما عاداهم لابد ان يكونوا تحت سيطرتهم، بدءا بنوعين، الجيبسز دول هم اللي هم الغجر واليهود، ونقتلهم ونذبحهم ولا اخره. هي دي قوه التطرف، ما هو ده الارهاب، بس ساعتها بنسميه ارهاب الدوله، لانه هو اصلا كان في منصب رئيس وزراء الدوله اللي هو مستشار الدوله، فبالتالي ترتب عليه ان هو بقى منطقه انه الدوله قررت انها تمارس الارهاب ضد بعض مواطنيها، وبعدين خلصت على مواطنيها نطلع بقى ايه نكمل على الدول الاخرى، لان الحرب حينما لا تحترم فيها قواعد معينه خلاص تتحول لنوع من انواع الارهاب، بس ارهاب الدوله. اذا لما قوى الاعتدال تضعف وتتراجع، قوة التطرف تقوى وتتقدم. ايه بقى اللي حصل النهاردة؟ ايه علاقة ده باللي احنا شفناه النهاردة وشفناه امبارح ولا نشوف بيت الايام؟ هذا المؤتمر خطوة في طريق بناء تحالف عالمي من اجل الاعتدال، من اجل العقل، من اجل التعايش، بدل ما الشباب دول هم حضراتكم شفتوهم يشوفوا بعض في ساحات المعركة، ده بيقتل ده وده بيقتل ده وده، لا تعالوا اتكلموا بعض، ما هل عرفنا نتواصل، عرفنا نتكلم، طب نقتل بعض ليه؟ ما هو لو في خلاف ما بيننا على حتة أرض، على جزيرة، على بير بترول، على مدينة، على حتة شط، طب ما نتكلم. يعني ليه أنا أمسك مدفع وأقتلك وأنت تمسك مدفع وتدمرني؟ ليه أرمي قنبلة على 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 مبنى تموت 50 واحد ولا 100 واحد إلى آخره؟ طب ما تيجي نتكلم. وصلنا لمرحلة ان في واحد اسمه ايميل دوركايم، بس يعني الاسم مش، وقبله كانت، قال لك الديمقراطيات لا يحارب بعضها بعضا، يعني فيش دولتين ديمقراطيتين بيحاربوا بعض. ليه؟ لك لانه لغه الحوار داخل المجتمع بتعلمهم ازاي ينقلوا الحوار ده لخارج المجتمع، فتلاقي في خلاف ما بين انجلترا واليابان، انجلترا ديمقراطية واليابان ديمقراطية، زي ما احنا حزبين حاكمين، واحد حاكم وواحد معارضة في اليابان، واحد حاكم وواحد معارضة في انجلترا، طب ما نقعد نتكلم برضو ونوصل لكمبرومايز. يعني ايه كومبرومايز دي؟ يعني حل وسط. الناس اللي بتعرف توصل لحلول وسط الناس اللي عندها حكمة، اللي عندها درجة من درجات التواصل والقدرة انها اسمع وافهم. انا من الصاحب الرأي، انا صاحب رأي، انا مش صاحب، مش انا المهيمن على الاراء، وانا يعني لو قلت كلمه محدش يتنقل، لا 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 خالص، انا بقول لك اللي اعرفه وانت قول لي اللي تعرفه، ونوصل لي نقطه يمكن اللي عندي بالاضافه للي عندك يخلينا نفهم اكتر. هسمع كلمه برضو قالها النهارده الرئيس في الجلسه الاولى، وعن التواصل بالحضارات والتواصل بالحضارات والتواصل هنا، بس عايز اقول جمله، كانه النهارده المؤتمر ده بيقوم على فكره مختلفه شويه، مش صدام الحضارات زي ما كان سامويل هانتنغتون وغيره، ان الحضاره الاسلاميه في مواجهه المسيحيه، والمسيحيه الكاثوليكيه في مواجهه المسيحيه البروتستانتيه، ومش عارف مين في مواجهه الشنتو، والشنتو في مواجهه الزرادشتيه، لا لا لا، احنا بنقول في تحالف في مواجهه تحالف، في صدام هيحصل، في صراع هيحصل، احنا موافقين، بس هو صراع بين مين ومين؟ مش ما بين حضاره في مواجهه حضاره، لا، ده ما بين المعتدلين في كل الحضارات في مواجهة المتطرفين في كل الحضارات.
يعني ايه؟ يعني كل اهل الاعتدال اللي هم اغلبيه العالم لازم يتحالفوا مع بعض ضد بقى بن لادن وهتلر والزرقاوي والمش عارف ايه والناس اللي عايزين يدمروا الكون. لابد ان يتحالف اهل الحكمه، اهل العقل، اهل الراي، اهل الاعتدال في مواجهه اهل التطرف، اهل الجنون، اهل العنصريه، اهل الطائفيه. نسمع الكلمتين دول وبعدين التقي مع ضيف عزيز في مجال مهم هيتناقش بكره، هو المهندس حسين عادل خبير التكنولوجيا ونظم المعلومات في النمسا. فاصل ونكمل نقاشنا. انا متصور ان دايما الصدام ورا منه اهداف يعني لدول عايزه تحقق مصالحها، فبتصطدم سياسيا وبتصطدم يمكن عسكريا كمان، لكن وتقدر هذه الدول من خلال قدرتها على ان هي يعني تجند البرامج وتجند الادوات المختلفه طبقا لقدرتها. الدولة الضعيفة غير الدولة القوية غير الدولة الشديدة القوة تستطيع أن تفعل ذلك. أرجع تاني أقول أن التنوع والتعدد ده سمة من سمات الكون، وبالتالي الصدام أو من يدعو للصدام في تقديري سيفقد مكانته، لأن الصدام أمر محتمل، أما التفاعل أمر حتمي. التفاعل بين الحضارات أمر حتمي. مش عارف حكيت لحضراتكم قبل كده القصه دي ولا لا، بس مره رحت ادي دوره في احدى الدول الخليجيه الشقيقه، وعيال بتتكلم بقى وكلام زي فايه، لقيت حد مسؤول كبير كده ايه جه يعني بيحضر وبيقول لي ان هم الناس كانوا متفاعلين يعني وشايفين ان الدوره كانت مفيده وكلام زي كده. المهم فخد الميكروفون وقال كلمتين، قال ان هو عاش في مصر فتره طويله وقال حاجه مهمه قوي. قال الدوله العربيه الوحيده اللي فيها طاقات بشرية كافية لأنها تنهض بيها هي مصر. يعني كل الدول العربية التانية بتحتاج خبرات من دول تانية سواء عربية أو غير عربية، إنما لو مصر أحسنت الاستفادة من طاقات أبنائها سواء اللي جوه مصر أو اللي بره مصر هي مش محتاجة خلاص. يعني لو انت عايز حد خبراء في مجال اي حاجة، النانو تكنولوجيا هتلاقي في مصريين في جامعات العالم موجودين، ناس خبراء في نظم المعلومات هتلاقي، ناس بيصنعوا صواريخ من اللي بتروح المريخ والقمر والحاجات هتلاقي موجودين برضو، ناس مش عارف ايه في تكنولوجيا ايه اللي مرتبطة بمجال طبي معرفش هتلاقي برضو موجودين، بس مش هتكون موجودين في مصر يعني، او ممكن يكونوا موجودين بس هتلاقي برضو كتير منهم موجودين بره مصر. الدخلة دهيت انا قصدي منها ان انا اقول لحضراتكم انه فايدة من فوائد هذا المؤتمر ان احنا اولا نعرف وثانيا نتواصل وثالثا نستفيد من المصريين الموجودين بره. ليس من الحكمة في شيء ان يكون عندك طاقات مصرية ناجحة ومسمعة وقلب الدنيا خارج مصر وانت تيجي تقولك شركة مش عارف ايه الالمانية جيب لنا كذا كذا، وبعدين تكتشف خالص انه اذا طب ما انا لو كنت يعني بصيت يمين ولا شمال انا ممكن الاقي واحد مصري ممكن يعمل نفس الحكاية بكفاءة احسن وفلوس اقل والى اخره. وعلى هذا الأساس أنا بيسعدني أن يكون معي المهندس حسين عادل فهمي خبير التكنولوجيا ونظم المعلومات، هو مصري بيعيش في النمسا وشو عندي شوية أخبار حلوة عنه هقولها، بس الأول أرحب بيه. مساء الفل. مساء الفل. ازيك يا باشمهندس؟ ازيك أخبارك إيه؟ ربنا يخليك باشمهندس. حسين عمل يعني نقول إيه مغامرة كبرى، راح خطب وخطيبته اسمها ماهي، والمشكله بقى ان هو ايه لسه لابس الدبله من يومين، والنهارده وهو جاي ما عرفش بيعمل ايه فالدبله وقعت منه بس لسه محتفظ بيها، فانا دلوقتي ببلغ معاه على الهواء مباشره اول ما اروح يصور لك الدبله واقول لك اهي. ايوه. ويبقى لك شيل لوكيشن كمان عشان تعرف انت فين، كل التكنولوجيا اللي عملها في حياته دي تطلع عليه عشان هو ده اللي مطلع عيننا احنا، يعني هو ده الناس امثاله دول اللي مطلعين عينين البشر دي كلها. لا الف مبروك طبعا لباهي ومبروك ليك، وان شاء الله تكون نتيجه ناجحه باذن الله. يا رب باذن الله. الله يبارك فيك. الله يبارك. طيب باشمهندس انا هبدا من اني اسالك عن المؤتمر ده. تمام. ايه يعني ايه لازمته انت من وجهه نظرك؟ في حاجه زي كده بتحصل ولا احنا بنخترع حاجه مش موجوده في الدنيا؟ لا طبعا مش بنخترع حاجه مش موجوده يعني. نعم. العالم كله بيحصل فيه منتديات عامه بتجمع ناس من كل دول العالم عشان يتكلموا ويتناقشوا ويتحاوروا في كل المواضيع المتعلقه بالعالم في اي وقت يعني. لكن احنا في مصر طبعا لان هي بلد كبيره جدا ودورها كبير جدا وفي منتصف من العالم، فبالتالي اللي انا شفته النهارده انه المنتدى مجمع من ناس من شتى انحاء الارض يعني ناس من جنسيات مختلفه كتيره جدا جدا. نعم. يمكن دي حاجه انا ما شفتهاش قبل كده، انك تلاقي
تلاقي مثلا واحد من مالي واقف جنب واحد من الارجنتين بيتكلموا مع بعض. نعم. اعتقد ان هم يكونوا اول مره شافوا بعض في مصر يعني. ده صحيح. فبالتالي دي بالنسبه لنا حاجه بتعبر عن دور مصر في العالم، ومهم جدا احنا نفهم ان الشباب في العالم كله مهتم بقضايا، وان هو لما يجي مصر كمكان فيه الحضاره وفيه الطاقه كمان بتاعتنا احنا كشباب موجود في مصر، او لما كنت موجود في مصر، او الشباب اللي موجود عامه، المصريين عامه، ان هم يتحاوروا مع بعض ونتكلم مع بعض، لانه هو ده السبيل الوحيد ان احنا نتحرك لقدام يعني. صحيح. هتخيل انه الباشمهندس حسين عادل فهمي خبير نظم معلومات وتكنولوجيا واستشاري والكلام الكبير ده كله، رغم ان انت ما شاء الله صغير حاجه و31 سنه يعني، مش عارف برضه ان احنا ايه يعني، لما نقول لك الناس في الثلاثينات هم اللي بيغيروا العالم اهو نموذج منهم. لو جيت قلت حضرتك كده يعني مثلا، هتخيل للحظات ان حضرتك قاعد مع السيد رئيس وزراء مصر، تمام؟ فالسيد رئيس الوزراء بيقول لحضرتك من خبرتك من معلوماتك من معرفتك من اللي انت درسته وشفته، ايه القضيه في مجالك اللي احنا لازم نهتم بيها جدا؟ شوف، هو القضيه اللي انا هتكلم فيها ديت هي اوريدي مفعله في الدوله، وهو مشروع انا بشوف ان هو من اهم المشاريع، وقد يكون من يعني في نفس قوه في رايي مشروع زي مشروع قناه السويس الجديده. وهو مشروع توحيد قواعد بيانات الدوله. وهو يعني ايه؟ يعني بمعنى انه انت دلوقتي عندك في حاجه اسمها الحكومه الالكترونيه، اللي هو ان المواطن بيستفيد من خدمات الحكومه، سواء كانت ان هو مثلا يعني ليتس سي، لو بناخد مثال بسيط، ان هو بيقدم على رخصه او بيقدم على ورقه، او مثلا موضوع زي مشروع التامين الصحي اللي احنا بصدد ان احنا نشتغل فيه. فكل ده محتاج ان يكون في حوكمه الكترونيه تربط المواطن من اول البطاقه بتاعته بكل الخدمات اللي هو ممكن يستخدمها. احنا بنعمل حاجه زي كده دلوقتي؟ احنا اوريدي موجودين في اوائل يعني، هو المشروع طبعا ان هو ضخم جدا جدا. احنا مصر على فكره من اوائل الدول العربيه اللي اشتغلت في موضوع الحوكمه الالكترونيه والحكومه الالكترونيه عامه. من خلال الحوكمه دي يعني ايه؟ الحوكمه يعني ريجوليتر، يعني انك انت تقدر انك تحط اطر تنظيميه. بالظبط. اطر تنظيميه بدل ما بورصه بهلله كده، يبقى في قواعد تحكم على اساسها ايه صح وايه غلط ومين غلط ويتحاسب على ايه وكلام زي كده. بالظبط كده. ويكون في استراتيجيه موحده للمعلومات، بحيث ان المعلومات تكون هي في كل الجهات. كل الناس تقدر مراقبه كل الدوله وكل اجهزتها تكون بسهوله، ومتخذ القرار يبقى دايما واصل له اسرع معلومات ممكنه واسهل باسهل طريقه، وفي نفس الوقت المواطن يستفيد بالخدمات. لان احنا مثلا زي موضوع زي اللي هو الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء، اللي هو المشروع الاحصاء التعداد السكاني، ده مجموعه من المعلومات ضخمه جدا كبيره جدا عن مصر كلها. ازاي نقدر نستفيد بهذه المعلومات بحيث ان احنا في كل منطقه مشهوره بان هي مثلا زي دمياط مثلا في صناعه الخشب، او سياحه في شرم الشيخ، ازاي نقدر نعمل تيلرنج للانفورميشن ده، او يعني ازاي نظبط تنميه المنطقه ديت حسب المعلومات اللي موجوده. وبالتالي احنا لازم يكون عندنا قواعد حاكمه، او يعني يكون في منظومه واحده لتوحيد كل قواعد البيانات دي، بحيث ان لما متخذ القرار ياخد القرار ده يبقى بناء على تحليل سليم. انت عارف حضرتك، انا مره كنت يعني بسال حد احد الوزراء، فكان مجال العلاقه بالدعم والتموين والكلام ده، قال لي قول لي مين الفقراء وهتحل 90% من مشاكل الحكومه المصريه. يعني قول لي مين يستحق انه ياخد دعم اكل وشرب وعيش وبنزين وكهرباء. قال لي انا مشكلتي ان انا ده داخل في ده، ما عنديش معلومات واضحه ومحدده بتقول لي هو مين الغني ومين المتوسط ومين الفقير. ابص الاقي مش يعني زي ما حضرتك كنت بتقول كده، البيانات مش واضحه، فممكن عامل زي يكون بتدي محمود الدواء اللي المفروض ياخده احمد، لانه انت ما تعرفش ان محمود هو محمود واحمد هو احمد. بالظبط. فهو مثلا مشروع يعني هقول لك مثلا تجربه النمسا في الموضوع ده، تجربه المانيا بشكل عام في الموضوع اللي هو بنسميه احنا ديجيتال ترانسفورميشن او التحول الرقمي. في ناس بتعتقد انه التحول الرقمي ده ان احنا نجيب الورق اللي هو اللي كان موجود في الارشيف ونعمل له سكان، او ان احنا ندخله على شكل ورق جوه الكمبيوتر. لا، هو الموضوع من على الشاشه. بالظبط. لا، هو موضوع اعقد من كده بكتير. هو الموضوع فكره مثلا انه كان عندنا حاجه اسمها الوان ستوب شوب، عارف انت، هو شباك الواحد ده خلاص حتى انتهى دلوقتي. بقى المواطن في مثلا في المانيا لما يخش ابنه مثلا يتولد، النظام التأمين الصحي يتحول على طول على البنك بتاعه، الفلوس بتاعته تجيله اللي هي بتساعده مثلا، يعني حتى ما يروحش للشباك. لا ما يروحش للشباك، خلاص احنا خلصنا. هو انت يعني منقول مثلا احمد اتولد، فاحمد ده خلاص طلعت له شهاده مثلا اسمها ايه، ميلاد وشهاده ميلاد، شهاده ميلاد فيها رقم، الرقم ده هيبقى لاحقا الرقم القومي بتاعه كده في بطاقته. بالظبط. واقدر انا اعمل تراكنج بقى الشخص ده اللي اتولد ده، ايه هي هو يعني حتى لما يخش المدرسه اقدر اعرف هو دخل مدرسه ايه، بيحب ايه،
يعمل ايه، تاريخه الصحي ايه، يقدر يشتغل في مصنع ولا لا، ده ولا هو شغله احسن يبقى في شغل مكتب او شغل باحث او هكذا، بحيث ان دايما الدوله يبقى عندها قدره ان هي توظف طاقات الشباب وطاقات الناس المواطنين اللي عندها في الحاجه اللي تقدر فعلا تجيب عائد وقيمه مضافه على المجتمع بشكل جيد. يعني هل يعني متابع باشمهندس التطورات؟ يعني اقصد انت شايف مثلا النهارده وصلنا لفين وناقص لنا قد ايه؟ هل احنا مثلا خلصنا 40% 70% 20%؟ لو بنتكلم على انهي يعني الحكومه المصريه، الحكومه المصريه فيما يتعلق بالمجال ده اللي هو الديجيتال ترانسفورميشن او التحول الرقمي. اول حاجه انا يعني انا كنت سعيد بان انا اقدر اعرف اكتر عن المشروع، هو ان احنا في مرحله هي اهم مرحله، وهي مرحله تنقيح البيانات الاول، فكره ان احنا البيانات اللي موجوده عن المواطنين تبقى مظبوطه وتبقى كمان مؤمنه بشكل جيد جدا. فدي مرحله كبيره، دي اعتقد ان احنا في ماشيين فيها بشكل جيد جدا. المرحله الثانيه بقى وهي مرحله تكوين اطار موحد يحكم بقى كل قواعد البيانات الموجوده في الدوله، ودي حاجه اعتقد انها تاخد وقت. تعرف انه مثلا بلد زي ما هرجع تاني تجربه المانيا والنمسا، لا حاجه لنا استفيد انه المشروع ده بدا مثلا من 2004، نفترض جزء منه بدا 2004، قعدوا يشتغلوا فيه لحد يعني 2010 لحد ما خلصوا اللي هو البلو برنت احنا هنعمل ايه لسه. فالامبلمنتيشن ده بياخد وقت، الاستراتيجيات خصوصا كمان بيبقى عندك ستيك هولدرز كتيره جدا، ناس كتيره بتتاثر. طبعا انت لازم تتكلم مع المواطن، لازم تتكلم مع كل المتخذ القرار والمسؤولين والادارات و بحيث في اخر النظام ده في الاخر كله يبقى يحكم الجميع والجميع يلتزم بيه، وما يبقاش فيه بقى اي فرص للحاجات اللي هي اللي ممكن تخرج عن هذا لا. وهي برضو يعني احيانا دي من يعني نقول من افاتنا اللي احنا لازم نكون صرحاء بشانها. لما تقول ان في اقتصاد غير رسمي، واسال يعني مش هقول اسماء يعني اسم حد كبير قوي في البلد، يقول لي والله ما اعرف. يعني احنا ما نعرفش ان الاقتصاد غير رسمي ده يعني 30% ولا 60% ولا 70%، وهو في الاخر يقول لك وما اقدرش اقول له حد دلوقتي عايش، بيقول لي دي مشكله بقى لها 100 سنه. تعرف انا اقول لك على حاجه في موضوع الاقتصاد غير رسمي، الاقتصاد غير رسمي ده في التاكسيات دلوقتي في نمسا، لما تركب في نمسا والمانيا في مشروع انا اشتغلت عليه بس مش للتاكسيات، يعني اسمه كاش ريجستر، هو له علاقه بالوزاره الماليه هناك. وهو الكاش ريجستر ده هو عباره عن قاعده بيانات كل معاملات فيها كاش لازم يتم ادخالها على النظام ده. يعني لو انا راكب تاكسي ودفعت للراجل 5 يورو مثلا، طبعا هي بتبقى اغلى من 5 يورو لسه 20 يورو مثلا للتاكسي، لازم ان هو يدخل على السيستم عنده كده انا جالي دخل لي على دخل ليا 20 يورو. وبعدين بيتم بقى مراقبه بالاكاونتنج بقى، بنعرف اذا كان هو فعلا في فلوس ما دخلهاش على السيستم ده عشان نقدر ناخد عليها ضرائب بعد كده ولا لا. ما هو لو احنا عندنا معلومات كافية ودقيقة عن كلنا بنعمل ايه، بدل ما البلد بتيجي تروح مثلا لابراهيم وتقول له يعني بيحصل له اوفر تاكسنج، تاخد منه ضرائب وضرائب 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 لان هو ده اللي عارفه تجيبه. ايوه في ناس تانية مش موجوده معانا اصلا على الخريطه. وفي برضه تلاقي احمد بنديله دعم مثلا 5% من المفروض يستحقه، ما هو انا مش عارف هو ده يستحق 5 ولا 50. واثبت بقى يعني برضه احنا محتاجين انه الناس تكون واعيه باهميه انه يكون في قاعدة بيانات واحدة لكل المصريين، يكون فيها معلومات دقيقة عشان نقدر نفيد ونقدر في نفس الوقت نستفيد عشان نشيل البلد مع بعضنا. طبعا وانا كمان انا بدعو من خلال يعني اللقاء معاك انه المواطنين لما يكون في اي مشروع له علاقة بالحتة ديت اللي هو الحوكمة الالكترونية او محتاجين مثلا تجديد البيانات في البنوك او في وزارة التموين او يعرفوا انه الموضوع ده هيكون في صالحهم، وانه الموضوع ده هيكون في الاخر. لان انا مثلا هديك برضو مثال تاني، لان انا عندي يعني اسئلة كتيرة في الموضوع ده. موضوع مثلا زي الضرائب مثلا، هو موضوع المواضيع اللي هي الحساسه في العالم كله عامه. يعني انت لو انت عندك معلومات جيده عن الدخل بتاع المواطن، تقدر بعد كده تقدر لما تيجي تحسب الضرائب العائده من النشاطات اللي هو بيعملها. يعني على سبيل المثال انا لما جيت عملت الماجستير اداره الاعمال اللي انا عملتها، خدت جواب من الشغل انه الماجستير ده هيساعدني في الشغل بتاعي. لما دخلت على الملف الضريبي اللي هو عندي برضو عندنا الكتروني، بدخله برضو بشكل الكتروني، في اخر السنه بيرجع لك بقى الضرايب، بترجع لك حتى اللي انت دفعتها بترجع لك اخر السنه. لان هي هتفيدك بعد كده في الشغل. حتى كان اي فلوس انت دفعتها بتؤدي لتطورك في عملك، بس لا انا مش هفوت اخد منك فلوس على حاجه انت بتعملها عشان انت تنمو وتتطور وتتقدم في مجال شغلك. يبقى انا اديت انسنتيف، اديت دافع وحافز للمواطن ان هو يتطور ويستفيد من ده. انا بقول لك لدرجه حتى لو انت جبت قميص رحت بيه الشغل ده برضه بيشيل لا انا فاكر لما كنت في امريكا برضه كنت في الجامعه هناك،
لقيت الاكاونتنت او المحاسب بيقول لي اي سفريات، اي مؤتمر، اي كتب اشتريتها، اي مش عارف ايه، لو بتستخدم جزء من بيتك كمكتبه ومكان اوفيس يعني مكان عمل بالزبط. انا فوجئت بانه قال لك اه احنا 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 وظيفتنا ان انت تكبر وتنمو وتتقدم، مش وظيفتنا ان احنا نعمل لك فلوس بس بالزبط. بس ادك برضو كل ده مره تانية برجع اقول انه الناس ما تقاومش فكره بالزبط. ان انت تقول معلومات وتقول عشان نعرف نخطط صح بالظبط. طيب باشمهندس حسين انا هستاذنك هطلع فاصل سريع فضل. وبعد الفاصل اسالك سؤال تحضر الاجابه عليه بقى دلوقتي. ماشي. هو انت جاي تقول ايه في المؤتمر ده؟ عارف لو سؤال انا اسف يقول لك انت جاي تعمل ايه؟ ماشي. السؤال هو انا فاهم جاي بقى في المؤتمر ايه البرزنتيشن او ايه المداخله اللي انت هتعملها او ايه النقاش اللي انت هتقدمه لنا. فاصل ورجع نكمل نقاشنا مع الباشمهندس حسين عادل فهمي خبير التكنولوجيا ونظم المعلومات في النمسا. رجعنا لحضراتكم مرة تانية. أنا بس عايز أحرككم المشاهد اللي حضراتكم بتشوفها ديت دي مصر المستقبل، يعني إن شاء الله إن شاء الله كتير من المدن الجديدة اللي إحنا بنحاول نبنيها هتكون بجمال شرم الشيخ، بس هيكون بقى فيها الزحمة بتاعتنا برضه، بس مش عايزين، بس عايزينها تبقى زحمة منظمة، يعني في دول العالم كلها. شوف حضراتكم المشاهد، شوف يعني حاجة اللي بيعمل الحاجات دي مش واحد فواعلي، ده واحد، دي حاجات على الهوا دلوقتي، ده واحد فنان، ده واحد محب، ده واحد عاشق اللي هو بيعمله. فاحنا عايزين بقى كل مدننا تبقى كده، يعني يكون مصر المستقبل نماذج يعني من الكلام ده. احنا نستحق، يعني ما مش نستحق بمعنى يعني ان احنا بلطجية يعني ان احنا لا، احنا ناس بنتعب وبنشقى وحضراتكم بتضحوا، يعني لازم يكون قدامنا الاجيال الجديدة دي تستحق، يعني نسيب لهم حاجات يفرحوا بيها. يعني لا يزال حواري موصولا مع الباشمهندس حسين عادل خبير التكنولوجيا ونظم المعلومات في النمسا، وكان سؤالي لي ايه الاضافة اللي هو جاي يقدمها في هذا المنتدى. انا عارف ان هو حضر قبل كده مؤتمرات يعني في مصر وبيحاول يساعد وبيستشار يعني، فعايز اعرف بقى منه هو ايه الجديد اللي هو جايبه لنا معاه في هذا المنتدى. اتفضل يا باشمهندس. هو انا مشاركتي في المؤتمر او في المنتدى دوت جايه من خلال وزاره الهجره، لان وزاره الهجره في مؤتمر مصر تستطيع، احنا كنا موجودين مجموعه كبيره من الخبراء والعلماء حضروا المؤتمر في ديسمبر الماضي. ومشاركتنا في المؤتمر احنا يعني مجموعه كبيره في 150 مصري بالخارج في شباب وبرضو خبراء موجودين، وبالتالي دي كانت حاجه يعني تسعدني وتشرفني ان احنا نرجع برضو مصر تاني ونكمل نتابع نشوف احنا ايه الحاجات اللي احنا التوصيات اللي احنا خرجنا بيها في المؤتمر في ديسمبر نقدر ان احنا نتابعها ونشارك فيها. دي حاجه. الحاجه التانيه ان انا قدمت ورقه او بعت ورقه يعني للمؤتمر وهي او للمنتدى وهي متعلقه ب يعني conservation of value in the fourth industrial revolution او تحول القيمه المضافه في الثوره الصناعيه الرابعه. وعشان ادي للساده المشاهدين يعني قصه صغيره توضح الموضوع ده هحكي قصه انشاء او يعني اختراع مكنه الخياطه. مكنه الخياطه لما اخترعت في بريطانيا اعتقد كان اسمه ويليام والاس اللي اخترعها، هو الفكرة انه كانت المجتمع الانجليزي كله بينسج الطاقية اللي بيلبسوها، وبعدين هو شاف ان الموضوع ده مجهد جدا ومتعب جدا بالنسبة ليه ولعيلته، وقال ايضا هو كمان كان بيحب واحدة ما كانش عارف يشوفها بسبب الموضوع ده فاخترع لها مكنة الخياطة. فلما اخترع مكنة الخياطة راح بقى لأهله وبدأت الناس تنبسط جدا بالموضوع ده، لانه الحاجة اللي كان بتاخد مثلا لما نيجي نقعد يوم عشان نعمل طاقية دلوقتي بتاخد ساعة ساعتين بالكتير. فطبعا كل الناس اهتمت قوي بالموضوع ده وحبت الموضوع ده. نعم. بعدين لما بدا بقى الامراء ولما راح للملكه عشان يوضح لها الاختراع ده واجه مقاومه شديده من الملكه في الوقت ده. والسبب في ده كان انه طبعا هي قالت له ساعتها يعني انه الكواليتي بتاعه الطاقيه اللي طالعه مش هي الكواليتي اللي احنا عايزينها بايدينا. لكن هي الفكره دايما انه احنا اي حاجه اختراع جديد او اي انوفيشن بيحصل في اي حته من العالم بيحصل تحول للقيمة المضافة من قيمة الشغل ده إلى القيمة المتطورة تكنولوجيا عنها. وبالتالي طبيعي جدا أنه لازم يكون في ريجوليشن، يكون في حوكمة أو تنظيم لعمل هذا الاختراع الجديد أو هذه المنظومة الجديدة من التطور والتقدم في العالم، علشان نقدر أنه المجتمع يستطيع أنه يتبنى هذه التكنولوجيا من غير ما يأثر عليه. وهو ده كان رأي الملكة ساعتها، واللي بعد كده يعني بعد كده المجلس اللي هو العموم البريطاني تبنى القوانين الحاكمة للتطور ده. نفس النموذج ده بيحصل قدامنا دلوقتي،
وانا هشرح لك مثلا ان حاجه زي اوبر مثلا، وهو المشهور اللي هو اوبر او بس بسرعه عشان الناس دي هتقطع علينا. طيب، فانه الاختراع ده غير من حاجات كتيره جدا زي الناس بتركب المواصلات، لكن في دول كتيره جدا في العالم لسه ما عملتش ريجوليشنز. فالتطور خصوصا كمان الشباب بيتطور اسرع من تطور المجتمع التنظيمات بالظبط، وبالتالي مهم جدا انه احنا يبقى عندنا نتبنى الشباب ده واراءه وافكاره ونساعدهم ونكوتش دم، يعني ناخدهم كده، ناخد بايديهم ونحركهم لحد ما نقدر. شكرا جزيلا، وانا هحضر السيشن بتاعتك تمام وهستفيد منها اكيد، وانا متاكد ان الحكومه عندنا هتبقى مهتمه بالكلام. اكيد طبعا. شكرا يا باشمهندس، شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين، بشكر باشمهندس حسين عادل خبير التكنولوجيا ونظم المعلومات، وبشكر حضراتكم، وان شاء الله كلنا لقاءات اخرى مع هذا المنتدى الهام. هذا ما امكن اراده وتيسر اعداده وقدر الله لنا قوله. اصبحوا على خير.